السلام عليكم اخواني، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نتحدث فيه على البطاقة الوطنية الجيل الجديد وكيفاش يمكن لينا نعبئ الطلب المسبق وناخذ مواعيد ديال البطاقة الوطنية. كما كتشوفوا معايا، هذه هي الصفحة على الموقع الالكتروني ديال البطاقة الوطنية. من بعد غنخلي لكم الرابط ديال الموقع في الاسفل الفيديو. كما كتشوفوا معايا هنايا البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، كتشوفوا هنايا تعبئة الطلب المسبق، تتبع أو إتمام الطلب، وهنايا حالات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من أجل طلب بطاقة التعريف الوطنية، معلومات عن البطاقة الوطنية، وثيقة تعريف أقوى من أجل خدمة أفضل للمواطنين. هنايا غادي نكليكيو على تعبئة الطلب المسبق. كما كتشوفوا معايا هنايا نوع الطلب المسبق، عندنا جوج ديال الاختيارات هنايا: طلب البطاقه لاول مره وطلب تجديد البطاقه. هاد جوج ديال الطلبات فانهما مختلفين. هنايا تيقول لك طلب البطاقه لاول مره من اجل طلب الحصول على البطاقه الوطنيه للتعريف الالكترونيه لاول مره، حاليا دابا ولات اجباريه ابتداء من سن 16 سنه. هذا الطلب الاول. وكاين الطلب الثاني، طلب تجديد البطاقة، اللي هو من أجل كل طلب تجديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بعد تغيير معلومات أو بيانات شخصية أو في حالة انتهاء صلاحيتها أو ضياعها. بالنسبة لهنا اللي ما عندوش البطاقة الوطنية، يمكن له كيدخل لهاد البلاصة هذه ديال طلب البطاقة لأول مرة. فهما مختلفين، لأن من بعد غادي ندخلوا ليهم بجوج. طلب البطاقه لاول مره كيطلب منك بزاف ديال المعلومات، انك خاصك تسجلهم. اما طلب تجديد البطاقه فهنا كيكونوا معلومات ديجا كاينين عندهم في السيستم ديالهم، كيطلب منك غير بعض المعلومات اخرى. فهنايا غادي ندير اوافق على الشروط العامه للاستخدام. تم إشعار هذه المعالجة والترخيص لها من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تحت رقم كذا كذا كذا. ملي كندير على كنكوشي هنايا، كنوافق على الشروط، كنشوفو شنو كاين في طلب البطاقة لأول مرة. كنعطي اختيار هنايا طلب جديد، معطيات غنشوفو هنايا المربع اللي غتكون قدامو هاد النجمة حمراء، معطيات إلزامية. إلزامية كيعني أنها ضرورية خاصك تعمرها، الخانة ما تبقاش خاوية. واللي قدامها هاد النجيمة صفراء، معطيات إلزامية لحفظ نسخة مؤقتة. كنشوف هنا الاسم العائلي بالعربية لونو بالفرنسية، الاسم الشخصي إجباري برينو، الجنس أنثى ولا ذكر، تاريخ الميلاد اليوم والشهر إلزاميين في حالة توفر عليهما، دات دو نيسونس ليو دو نيسونس تقدر ما تعمروش، ولكن بلد الإزدياد غادي تعمرو، عمالة أو مدينة إزدياد ضروري تعمرها، جماعة ديال الإزدياد فين تزدي، الجنسية الأصلية. كما كتشوفوا معايا هنايا تاريخ الإزدياد راه كيعطيك، راه ساهل، يطلب لك مثلا اشنا هي بلد الازدياد، اشنا هي الدولة مثلا، تقدر تكليكي المغرب، عمالة او مدينة الازدياد، تعطي هاد ليكزومبل مثلا اسفي، جماعة الازدياد، كيعطيك اختيارات وكتبقى تقلب على الجماعة ديالك. مثلا هنا انا ما عارف شنو كاين في اسفي، غندير مثلا هادي اكزومبل، الجنسية الاصلية غندير مثلا المغرب، مكان الازدياد غادي نكتب اي مدينة مثلا بالعربية مثلا هنايا كنعمر. ملي كنسالي هاد المعلومات هنايا كنقول لك التالي. هنايا كان الحالة المدنية ليطا سيفيل، هنايا تيطلب منك سنة تسجيل بالحالة المدنية ضرورية، رقم الحالة المدنية، الوضع العائلي هذه ضرورية، يا إما عازب مطلق متزوج أرمل، مكان الإقامة، كاين هنايا معلومات آخرين، مكان الإقامة، بلد الإقامة، عمالة أو مدينة الإقامة، جماعة الإقامة. هنا كيطلب منك العنوان لادريس بالعربية والفرنسي. كنجيو تاني للنسب، كيطلب منك الاسم الشخصي للأب
الاسم العائلي للأب، الاسم الشخصي للأم، الاسم العائلي للأم، والاسم الشخصي للجد من الأب، والاسم العائلي للجد من الأب، والاسم الشخصي للجد من الأم، والاسم العائلي للجد من الأم. كما كتشوفوا هنايا بزاف ديال المعطيات مطلوبين بالنسبة للطلب الجديد، يعني خاصهم تعطيهم جميع المعلومات بالضبط. راه كيطلبوا المعلومات ديال الأم والأب والجد ديالك، يعني المعلومات ديال الأب ديالك والأب ديال الأم ديالك اللي هو الجد ديالك بجوج. هنايا معلومات إضافية: الهاتف لإعلامكم في حالة توفر بطاقتكم، البريد الإلكتروني لإعلامكم في حالة توفر بطاقتكم. هنايا الأشخاص الذي يجب الاتصال بهم في حالة الطوارئ. كما كتشوفوا هنايا بزاف ديال المعلومات بالنسبة للطلب الجديد. غادي نشوفوا هنايا بالنسبة للطلب تجديد البطاقة. طلب تجديد البطاقة معلومات شخصية. هنا كيطلب منك سبب طلب تجديد، واش تجديد أنها انتهت، أو حالات التلف أنها تصابت بالإتلاف، ولا تسرقات، ولا الفقدان. غندير مثلا أنا هنايا فقدان. رقم البطاقة الوطنية كتدخل رقم البطاقة الوطنية. الاسم العائلي بالعربية والفرنسي. الاسم الشخصي بالعربية والفرنسية برينو. الجنس، تاريخ الميلاد، دات بلد الازدياد، ليو دو نيسونس، مكان الازدياد، عمالة او مدينة الازدياد. كما كتشوفوا هنايا بزاف ديال الخانات ما فيهمش داك المربع، هذيك النجمة حمراء، لان يعني ماشي ضروري يديروا بلد الازدياد، ولكن ماشي مشكل ديرهم تعمرهم. نوع المهنة يا ضروري، المهنة ضروري. هنايا في الحالة المدنية، حتى هنا كيطلبوا لك سند تسجيل بحالة مدنية، رقم الحالة المدنية، الوضع العائلي، عازب، مطلق، أرمل، متزوج، تالي، مكان الإقامة، مكان الإقامة، بلد الإقامة، عمالة ومدينة الإقامة، جماعة الإقامة، الأدريس، النسب، الاسم الشخصي للأب، الاسم العائلي للأب. هاد الشيء تقدر ما تعمروش، لان ماشي ضروري، لان هادو معلومات ديجا هما عندهم. كما شفتوا معايا كان هاد الفيديو خاص انا شرحت فيه الطريقه ديال ملء الاستماره ونوع الطلب المسبق، الفرق بين طلب البطاقه لاول مره وطلب تجديد البطاقه مرة ثانية في حالة التلف أو الضياع. المهم كنتمنى الفيديو يعجبكم وينال الإعجاب ديالكم وتكونوا استفدتم، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.